بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. البداية أشكر الأساتذة المحاضرين على استجابتهم السريعة لهذه الندوة في ظرف 4 أيام أو 5 تقرر تنظيمها، والحمد لله نحن نباشرها الآن. كما أشكر الحضور الكريم الذين بعضهم أرى بعض الوجوه حضرت حتى من بعض الولايات، أشكرهم على هذا الوفاء للمرحوم عبد الحميد مهري. الأمر يتعلق بواحد من رموز هذا الوطن الذين نعتقد أنهم لم يأخذوا حقهم كما ينبغي. حميد مهري رحمه الله، إذا كان من عنوان نضعه لهذا الشخص الشخصية الكريمة، فهو في اعتقادي الشخصي نكران الذات في سبيل هذا الوطن. رجل كان يعمل أحيانا وينسب عمله إلى غيره، رجل كان يعرف مقعده أين لكنه كان يجلس دونه. شخصيات من هذا القبيل نريد أن تبقى مآثرهم مدى الزمن، أيضا لنحيي القيم المعنوية التي تركوها فينا والتي نحن في أمس الحاجة إليها في المراحل الأخيرة. شخصيا ربما نقطة أو اثنين بخصوص الراحل عبد الحميد مهري. نعرفه منذ أن وعينا على هذه الدنيا، لكن أعتقد أنني شخصيا اكتشفت عمق هذه الشخصية منذ حوالي 10 أو 11 سنة. كنت رئيس تحرير جريدة الشروق، وكان الرجل قد بدأت الحياة السياسية تدب فيه من جديد، خاصة 5 سنوات الأخيرة من عمره. أعتقد أنه شعرنا أنه فيه طاقة جديدة بدأت تنفجر فيه بعد سنوات من محاولات الردم لعملاق ولرصيد من هذا القبيل. توطدت العلاقة شيئا ما في 2009-2010، أذكر جيدا اتصل بي المرحوم وقال لي باللغة تاع الصحفيين، قال لي جبت لك سكوب، جبت لك سبق صحفي. طبعا بغريزة الصحفي فرحت، ولكن كنت أنتظر ماذا يحمل معه الراحل. الأمر يتعلق بتسجيل الفيديو الذي يتضمن خطاب الراحل في دورة اللجنة المركزية جونفي 96 بعد ما سمي بالمؤامرة العلمية، أو كما يسميها الدكتور مختار بالمؤامرة الأمنية في تلك المرحلة. قال لي الخطاب الذي ألقيته في تلك الدورة إلى حد الآن لم يفرج عنه. تعرفون أنه منذ التسعينات نسمع وجهة نظر واحدة في موضوع موقف الراحل عبد الحميد مهري، نسمع إلى كل وجهة نظر إلا وجهة نظر المرحوم عبد الحميد مهري. كانوا يقنعوننا، كان البعض، أقول البعض، يحاول أن يقنعنا بأن هذا الرجل مستكين، أنه طرد من الحزب ولزم بيته ولا يستطيع الكلام. هذا التسجيل أزعم أني كنت من أسباب خروجه للعلن. طلب مني أن ننشره في الموقع الإلكتروني للجريدة في ذلك الوقت، أظن 2009-2010، وهو التسجيل الذي تجدونه إلى الآن لو تعودون إليه. فيه 40 دقيقة خطاب عبد الحميد مهري بعد الذي جرى داخل اللجنة المركزية. طبعا أنا لم أتعامل مع هذا الفيديو كسبق صحفي، عندما علمت بتفاصيله تعاملت معه ككنز، كنز حقيقي. أعتقد وأزعم أن الاستماع إليه فيما بعد غير وجهة نظر العام كله بخصوص الراحل عبد الحميد مهري. رفاقه واللي يعرفوه يعرفوا وجهة نظره، ولكن الرأي العام كان مغيب في تلك الفترة وقبل تلك الفترة، ما يعرفش ما الذي جرى، كيف انسحب بتلك الطريقة، لماذا فعل فيه رفاقه الذي فعلوه. كل هذه الأشياء عندما تستمع إلى 40 دقيقة من خطاب عبد الحميد مهري في اللجنة المركزية، أمام لجنة مركزية الأغلبية الساحقة فيها ربما ناس وقفوا ضده وصوتوا ضده، وكانت معاول يعني في ظهره، ولكن عندما تستمع إلى هذه 40 دقيقة تجد أسدا جسورا يخطب والرؤوس كلها منكسة. رجل
خطب خطبة انتصار في معركة كنا نعتقد أو أرادوا أن يقنعوننا بأنها إطاحة بعبد الحميد المهري، إطاحة بتوجه ربما مشبوه في تلك الفترة. أزعم أن هذا التسجيل الموجود الآن في اليوتيوب غير، على الأقل أتكلم عن جيلي وما بعده، غير وجهة نظر أجيال كاملة تجاه هذا الرجل اللي حب الجزائريين له أعتقد أنه ليس منقطعا. زوج نقاط أو ثلاثة نلخص بهم الفيديو هذا، وأتمنى من كل قلبي أن الناس يرجعوا له والطلبة يرجعوا له وكل خبراء السياسة وحتى الأحزاب السياسية والطبقة السياسية تعتمد كمرجع في الحياة السياسية، لأنه حقيقة خطاب أنا أعتبره أسطوري، والبارح أعدت الاستماع إليه، يعني كنت ناسي بعض تفاصيله أعدت الاستماع إليه. أرادوا أن يقنعوننا أن الرجل يعني أطيح به لزم بيته، ولكن الشجاعة التي وجدتها في هذا الفيديو، نعرف أن عبد الحميد مهري شخصية ودودة معتدل وسطي يقف على منطقة رمادية واسعة جدا، يحتوي من في السلطة من في المعارضة، يحتوي الإسلامي يحتوي العلماني يحتوي كل التيارات تحبه، ولكن في هذا في خطاب جونفي أعتقد جونفي 96 بدأ أسدا جسورا. من يجرؤ في تلك المرحلة أن يقول للنظام الحاكم ولن أكون لجنة مساندة لأحد، وأن الديمقراطية وأنني لا أحترم الديمقراطية التي تأتي على ظهر دبابة؟ من يجرؤ في 93 94 95 أن يقول هذا الكلام؟ قال هذا الكلام أمام ناس سحبوا منه الثقة. والذي أدهشني عندما أعدت الاستماع أمس إلى هذا التسجيل، الذي أدهشني حقيقة أنه رغم الغدر ورغم أنه رفاقه أقرب إليه الذين كانوا قريبين إليه، وجد أسماءهم في قائمة الذين سحبوا منه الثقة. إلا أنه شوف سقف التسامح لدى هذا الرجل غير معقول، بدأ وكأنه يرفع الحرج حتى عن رفاقه الذين سحبوا منه الثقة، ويحول النقاش ويقول أن مشكلته ليست معك، مشكلته مع المخابر اللي دخلت واللي حولت النقاش من داخل الحزب إلى خارجه، المخابر التي اللي كانت تستدعي في أعضاء اللجنة المركزية وتبتزهم في قوتهم وتبتزهم في التقاعد نتاعهم مقابل أنه يمشي في الإطاحة بعبد الحميد مهري. بدأ لي عبد الحميد مهري شخص ملائكي في هذا التوجه، ناس يسحبوا بك الثقة في اللجنة المركزية، يغدروا بك يجوا يضحكوا لك من بعد تجدهم في قائمة من سحبوا منك الثقة، ثم تخاطبهم بهذا السمو الأخلاقي، يحاول أن يرفع عنهم الحرج بأني مشكلتي مش معكم، مع السلطة الفاعلة هذه التي لا ولن أكون لجنة مساندة لها مهما كان الأمر. الأمر الثاني اللي ربما أدهشني أيضا أو أعتقد أنه واحد من صفات هذا الرجل العظيم هو الاستشراف 93 92 93 94 95. من يجرؤ على الدفاع والمرافعة المستميتة على المصالح الوطنية؟ من يجرؤ على أنه يمشي ضد تيار الغالب في ذلك الحين؟ كان يقول أن الأزمة أمنية أزمة سياسية ويجب أن تحل سياسيا، وأن الحلول الأمنية هذه ستودي بنا إلى التهلكة، وبالفعل ظل متمسكا بهذا الخيار إلى أن وفته المنية. صحيح حاول وردمه وردم تاريخه وحتى وجهة نظر تاعه، أنا قلت شخصيا وجهة نظر تاعه سمعتها في 2010 و2009، يعني غيرت. كنا نحبه كمجاهد، ولكن تكتشف من هذا الخطاب اللي أدعو الجميع أنه يعيد إحياؤه والبرتاج تاعه على مستوى شبكات التواصل، لأنه برنامج سياسي، لأنه مرجعية حقيقية للأجيال لا يجب أن تضيع. فقلت الاستشراف، الرجل كان يعي ماذا سيحدث للجزائر وكان يحذر ويبعث برسائل لا حول ولا قوة إلا بالله، حدثت بعد ذلك بسنوات بالتفاصيل. وبالتالي الرجل هذا أعتقد كان من الذين سبقوا زمانهم. أختم بالقول أن رغم ما فعلوه فيه، ما فعل فيه، ورغم أنهم حاولوا ردم تاريخه، وحاول في 5 سنوات الأخيرة أعتقد، وكان برفقته الدكتور علي بن محمد كمعين وكرفيق، حاول أن يسترجع
قواه خاصة في النشاط في سبيل القضايا العربية خاصة، قلت حاولوا ردمه، إلا أنه من النقاط التي أختم بها كان دائما يحذر من تسويد الواقع وغلق أبواب الأمل، لأنه يقول أنه هدف هذه السياسة وش هي؟ هي زعزعة ثقة الشعب في نفسه وزعزعة ثقة الشعب في 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 وطنه، حتى يصبح شبابنا الآن ربما بعض شبابنا يدفع إلى أنه يلعن الاستقلال وينظر إلى الاستعمار بعين غير التي ننظر إليها بها. الراحل مهري لا أستطيع، لا يستطيع أحد أظن حتى من رفاقه أن يجمله في بعض في مختصر. أقول سألت مرة شاف الدكتور الهادي الحسني غير موجود هنا، مرة سألناه قلنا له رأيك في الشيخ شيبان، الرجل هذا أيضا يستحق منا الالتفات، قلنا له هذا مع المعارضة ولا مع السلطة؟ فهمنا، فقال كلمة بقات ترلي في 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 الدماغ، قال هذا يشبه سيدنا إبراهيم الخليل، دخل النار ولم يحترق، دخل السلطة ولم يتلوث بأمراضها. وأعتقد أنه الوصف ينطبق على الأستاذ عبد الحميد المهدي أكثر من الشيخ شيبان. الرجل مارس السلطة، ارتقى أعلى المناصب، لكنه لم يتلوث بأمراضها. وحتى عندما مارس المعارضة واضطرته الظروف إلى أن يعارض نظام الحاكم، مارسها بأخلاق الفرسان، لم يشتم. عمرك ما تلقى في خطاباته يذكر الأسماء ويشخص ويهين الناس كما راها الآن تفعل بعض محسوبين على المعارضة، يعتقدون أن المعارضة أنك تخون، أنك تقصي الناس من حقها في بلادها. عبد المهدي أعطى الدرسين، درس عندما تكون في السلطة ودرس عندما تكون في المعارضة، أعتقد هو المرجع الأول الذي يجب أن نقتدي به في تعاملاتنا وفي العودة إلى جادة الصواب وفي نبذ كل التقسيمات والشقاق الذي يريد البعض أن يدخله بيننا كجزائريين. المهرب الوحيد هو الفكر الذي كان يحمله المرحوم عبد الحميد مهري. أنا متأكد أن الشهادات التي ستقدم ستكون مفيدة جدا. والحقيقة أنا قبل نتجول هنا شفت مئات الطلبة قاعدين على الرفوف وفي الحشيش وكذا، يعني الشحن الكهربائية كم فولت لازمنا الجيل هذا باش تخليه ما يرطيش، لا يضيع ندوة كما هذه هم يدوروا هنا في المكتبة الوطنية، وخبراء ورفاق يتحدثون عن واحد من صناع أمجاد هذا الوطن. نتمنى لهذه شحنة الوعي أن تعود وأن يكون من أولوياتنا في المرحلة القادمة توحيد الصفوف ونبذ الخلافات، حتى عندما نختلف ونعارض بعضنا البعض يجب أن يكون الاحترام هو السيد. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بداية أتوجه بجزيل الشكر لمؤسسة الحوار التي خصصت لنا هذه الفرصة نتكلم فيها أو نقف فيها مترحمين على رجل عظيم، رجل تمنيت أنه يكون نموذجا في جامعاتنا وثانوياتنا على الأقل ليستنير بمسيرته أبناؤنا. سي عبد الحميد مهري رحمه الله عرفته، التقيت به سنة 61 و900 ألف، كان المجلس الوطني للثورة منعقدا، وكنت شابا أعتقد أن كل شيء في إمكاننا لنواصل المسيرة. عندما قلت له سي عبد الحميد لماذا أنت تشارك مع مجموعة يمكن أن نقول عنها مستقبلا ليست جزائرية، قال لي ما تعودش الكلام هذا، أنا أنصحك
أن تكون دائما ساكتا، وإذا أردت أن تفعل شيء فافعله بالقلم، اكتب ولا تتحدث. كان هذا لقائي الأول به، رغم أني كنت صديق أقاربه في شبابي في طفولتي. كان أخوه عبد الرحمن رحمه الله كان صديقا، وكان ابن عمه حملاوي، وكانوا كلهم أصدقائي، لكنني لم أكن قد عرفته إلا في تلك السنة. لا يمكن أن نتحدث عنه في لحظات، لأن هذه الساعات أعتبرها لحظات، ولكنني سأذكر مجموعة من النقاط التي أعتقد أنها يمكن أن تكون منطلقات. كنت في الستينيات قد زرت العراق، في السبعينيات مش الستينيات، زرت العراق، وكان الأمين العام لحزب العربي الاشتراكي ميشيل عفلق في ذلك الوقت كان مشهورا ومعروفا، هو أصله سوري ولكنه كان في ذلك الوقت انحاز إلى البعث في العراق واستقبلني، ولم يكن لنا سفير في ذلك الوقت، إنما كان لنا قائم بالأعمال. قال لي سي ميشيل عفلق هو يلح على أن يكون اللقاء أول لقاء الليلة. قلت طيب، نحن استقبلني، قال لي أنا عرفت جبهة التحرير الوطني من خلال عبد الحميد مهري الذي جاءنا في وقت لم تكن فيه جبهة التحرير الوطني ذات سيادة، جاءنا في وقت لم نكن نعرف عن الجزائر إلا ما قيل لنا من خلال الصحافة والمدرسين والفرنسيين، فعرف بالجزائر، وكنا نتنقل معه من مكان إلى آخر في بلاد الشام. قال لكن أنا عندي اقتراح. قلت ماذا؟ قال لي لماذا لا تنضم جبهة التحرير الوطني إلى حزب البعث العربي الاشتراكي؟ لو أن سي عبد الحميد كان هو الآن في السلطة لقال لي نعم. قلت له في ذلك الوقت سي ميشيل أنا أعرف أن الانضمام يكون للمنتصر، ماذا حققتم في حزب البعث العربي الاشتراكي؟ لأن جبهة التحرير الوطني انتصرت على أعتى قوة استعمارية، فالمفروض أنكم أنتم تنضمون إلى جبهة التحرير الوطني ونواصل المسار في مجالات أخرى. قال لي والله الآن أدعوك أن تقبل نرفع الجلسة. رفعنا الجلسة واستقبلني في بيته، في 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 بيته في ذلك الوقت في بغداد. قال لي أنا تعرف لماذا قلت أرفع الجلسة؟ قلت له لا. قال لي لأنك أقنعتني. قال لي فجبهة التحرير الوطني نعتز بها، ولكن أنتم لم تطلبوا منا أن ننضم إليكم. قلت لا، هذا إحنا تكلمنا على سي عبد الحميد مهري، قلت لي أنا عرفت جبهة التحرير الوطني وعرفنا جبهة التحرير الوطني في عزتها، كيف تريد أن نوافق على تلك العزة لتنضم إليكم الآن؟ طبعا أنا كتبت هذا وهو منشور. نقطة الثانية التي يمكن أن نتوقف عندها، سي عبد الحميد كان، وهذا أثر في شخصيا، كان مسؤولا في التربية والتعليم، وعندي طالب هو موجود الآن بيننا، جاءني قال لي طيب أنا أريد أن أتوظف لكن لم أجد منصب، وقيل لي أنت على صلة طيبة مع سي عبد الحميد، أعطيني رسالة إليه.
قلت له نعم، درت له الرسالة أخذها، يبدو لأنه موجود لهنا، أخذ الرسالة مشى عند سي عبد الحميد، قال له أعطاني الملف، قال له أنا راني ما أعطاهوش، قال له أنا راني حاب شغل. سي عبد الحميد قال له نعم، قال له ندير لك ملف، قال له لا، مادام بعثك فلان فلا تستحق، فلا تأتي بملف، فهو الملف. هذه أثرت فيا إلى أبعد الحدود، إلى حد أنه عندما جاء إلى جبهة التحرير الوطني، وأمامكم أود أن نجد طريقا لنفصل بين جبهة التحرير الوطني وحزب جبهة التحرير الوطني، فهذان شيئان يختلف أحدهما عن الآخر اختلافا كليا. لكن فعندما جاء إلى جبهة التحرير الوطني، وقد كنت أنا سبقته إليها عندما كان سي محمد الشريف مساعدي الله يرحمه، كان مسؤولا، عندما حتى لم يكن مسؤول عن الأمانة الدائمة، التقينا وكنا نسير جنب إلى جنب. وعندما جاء سي عبد الحميد إلى الحزب قررت الاستقالة. لماذا؟ لأني كنت تعبت، وكتبت أن جبهة التحرير الوطني التي أردنا لها، وهذا يمكن أن ترجع إليه في تقرير الأمين العام الذي كتبته بخط يدي، نريد حزبا في الحكم لا للحكم، لم نصل إلى تحقيق هذا الشيء، لم نكن في الحكم، إنما كانوا يحكمون بنا، كنا نوظف. فأنا كرهت هذه المكانة. قلت سي عبد الحميد والله استسمعك، قال لي لا، أنا راه سي شادلي قال لي ما تقبلش الاستقالة نتاعو. قلت له ما لا نستقيل، وقفوا لي المرتب، لأن قررت أنني أستقيل، وأحسست بأنني أحرجته. كلمني عدة مرات قال لي طيب لا تستقيل ولكن أبقى بعيد. وقلت له لا، الاستقالة فيها أنا مستقيل. هذا أيضا موقف لا يمكن أن أنساه، وقد تعرضت إليه بالكتابة. مؤخرا سي عبد الحميد مهري لم يبقى في جبهة التحرير الوطني، وهناك أشياء حدثت عند استقالته، عندما أراد أن يستقيل. في ذلكم اليوم كان عندي ضيف، الدكتور محمد موعدة، يظهر لي أن فيكم من يعرفه. الدكتور محمد موعدة كان أمينا عاما لاتحاد الكتاب التونسيين، وكنا مع بعض في ذلك الوقت في اتحاد الكتاب العرب، فدعوته إلى الجزائر، كان هناك، و كنت أتغذى معه، عرضت الغداء في فندق الجزائر. كان سي محمد الشريف الله يرحمه قال لي نكون معكم حتى أنا، قال لي هذا الرجل أحترمه، ومدام انترك عرضه أنا نجي نتغدى معكم. قلت له أهلا وسهلا. احنا مشينا للفندق، جاء سي رابح بيطاط الله يرحمه أيضا قال أنا نتغدى معكم. احنا كنا في الطاولة، جاء سي عبد الحميد خذاني هكذا قال لي على بالك أنا قررت سوف أستقيل. قلت له أنا ضد الاستقالة. قال لي طيب أنت ضد الاستقالة، وعندما أردت تستقيل أنت قلت أنا سأستقيل، أنت ألححت واستقلت، أنا الآن سوف أستقيل. قلت له والله تخسرك جبهة التحرير الوطني، أو حزب جبهة التحرير الوطني، تخسرك الجزائر بكيفية هذه أعبر لك عنها بصدق. أدخل يده في جيبه وأخرج قائمة فيها أسماء الأعضاء اللجنة المركزية الذين وقعوا المطالبة بتنحيته. قال لي
وماذا ثم انظر هذه رأس القائمة. قال لي هذا لم أكن أتصور أنه يوقع حتى ولو يموت. لن أقول لكم عن اسمه لأنه توفي مؤخرا ما يرحمه على كل حال. طيب أنا كي قال لي هكذا مشيت معه الباب القاعة باش نلقى عند الباب رجلان، باش ما نقولش مناضلان أو مسؤولان أو رجلان، واحد على اليمين والآخر على الشمال، كان كل منهما عندما يأتي عضو لجنة مركزية يصاحبه إلى الداخل. وين يروح؟ قال لي سي عبد الحميد ما عندك شو الخبر وين يروح؟ قلت له ما عنديش خبر. قال لي أو كان الهيه العماري يروح ويدخلوا ثم يوقعوا هذه القائمة هذه. قلت له طيب مدام أنت على بالك هكذا علاش أفضحوا أفضح الجميع وخرج من القاعة؟ قال لي لا أنا قررت الاستقالة سأستقيل. فتكلمت مع الرجلان قلت لهم مش أنتم مسؤولين زعماش أعضاء في اللجنة المركزية قلت ولو قلت لهم لماذا تقومان بهذه المهمة؟ هذه لا يمكن أن أجد لها صفة. قال لي نحن أعطيت لنا التعليم. من بعد قالوا هذه المؤامرة العلمية، أنا لا أجد لها تسمية، مؤامرة علمية ماذا درسنا فيها؟ ما هي النصوص التي انطلقنا منها واعتمدنا عليها؟ وإلى غير ذلك. فسي عبد الحميد مهري الله يرحمه لا يمكن أن نخصص له يوم أو يومين فأنا حاولت واجتهدت وكتبت وقلت هذا رجل نموذج يجب أن نفرض على أبنائنا دراسة هذه الشخصية ليستفيدوا منها، لأنها فيها العلم والمعرفة والتواضع والسياسة وإلى كل الصفات الحميدة التي يجب أن تكون للإنسان الجزائري هي فيه، وينبغي أن نفرض على الأجيال الصاعدة أن تدرس هذه الشخصية وأن تتمسك بالقصة. هو طبعا لا أستطيع أن أواصل، أتوقف عند هذا الحد. أشكركم جميعا والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيتها الأخوات أيها الإخوة، أشعر بسرور عظيم وأنا أقف أمامكم لمبادلتكم الحديث عن شخصية أسطورية بأتم معنى الكلمة في حياة الجزائر. وإنني أبدأ بالشكر الجزيل الموجه لإخواني في جريدة أو مؤسسة الحوار التي دأبت منذ نشأتها على إحداث هذه المحاولات وهذه اللقاءات التي يستبين فيها كثير من المشاغل الوطنية. واليوم نتحدث عن رجل، عندما كتبت مقالات في جريدة شروق بعد وفاته قلت هناك رجال في مسار الثورة الجزائرية قبل انطلاقها تنطبق عليهم مقولة شعبية تقول فلان حط على الجرح يبرأ. عبد الحميد مهري هو أحد هؤلاء الذين تحطهم على الجرح يبرأ. طلب مني أن أتحدث عن الأستاذ عبد الحميد مهري
عن اتصال بسي محمد، قال لي المراد منك أن تتحدث عن المناضل السياسي والمناضل التربوي عبد الحميد مهري، ولأنهما موضوعاني فإنني أطلب أن يتسع بالكم لأحدثكم عن الرجلين، الرجل السياسي والرجل التربوي أو للرجل المربي. وبالنسبة للرجل السياسي لن أحدثكم عن المراحل التي تعرفونها أو يعرفونها جلكم، ولكن عموم الناس لا يعرفون من هو عبد الحميد مهري قبل الثورة الجزائرية، وهذه مراحل دقيقة ينبغي أن نعرفها لنبني عنها، لأن ويقول الشاعر وريش الخوافي قوة للقوادم، الصقر يطير بنوعين من الريش، ريش تحت الجناح تسمى الخوافي لا تظهر، وريش الطويل الذي يظهر في المظهر هو ريش القوادم، وريش الخوافي قوة للقوادم. عبد الحميد مهري بدأ نضاله في حوالي سن 18 أو 19، وكانت المناسبة التي ظهر فيها في مدينته ودزناتي، وقومه أصلهم من الخروب القريبة من قسنطينة، ظهرت في مناسبة عندما أرادت عائلته أن تبني مسجدا قام الاستعمار بمحاربة المشروع، فتحركت الجماهير في مدينة عبد الحميد مهري للمظاهرات، وكان عبد الحميد مهري معها، وكان عبد الحميد استطاع أن يسوق الشباب الذين هم في سنه إلى أن يكونوا رد فعل وبداية رأي جماهيري في مستوى المدينة. وعند ذلك أصبح هناك تنظيم شعبي خارج الأطر الحزبية وخارج الأطر السياسية التقليدية، هو من الشباب الذين كونتهم المناسبة، مناسبة أن يقفوا في وجه المحتل في قضية عادية وهي أن يبني الناس مسجدا. ثم عندما أكمل دراسته وكان أبوه في البداية هو الأستاذ وابن عمه وصهره فيما بعد زوج أخته هو أيضا الذي كان يقوم بتكوين الشباب على المبادئ والثوابت التي نعرفها في عبد الحميد، وذهب عبد الحميد إلى تونس في حوالي 48 سنة 1948 ليلتحق بجامعة الزيتونة ويدرس فيها، ولكن الجانب السياسي كان غالبا عليه، فقد ألف جمعية من الطلبة الجزائريين الذين هم على نهج حزب الشعب الجزائري، وبقي عبد الحميد يناضل ويدرس. وأريد أن أحدثكم عن علاقة مبكرة ربطها عبد الحميد مهري بمحمد بوضيف. ففي سنة 1949 جاء محمد بوضياف إلى تونس ليتابع الشبكة التي نظمها حزب الشعب في ليبيا لتهريب الأسلحة التي كانت في ليبيا بعد الحرب العالمية نهايتها في 45، وهناك وقعت أول صلة بمحمد بوضيف. هذا سنة 1949. بعد مدة قليلة انضوى عبد الحميد مهري الله يرحمه في حزب الشعب في الهياكل الموجودة في وجزنتي. بعد مدة قصيرة في مطلع الخمسينات نودي ليلتحق بالمقر المركزي بحزب الشعب الجزائري. هناك أعطي شقة ليسكن فيها في الشارع الذي كان يسمى مارانجو، وليست بالمصادفة هذه الشقة هي مكتب محمد بوضياف في النهار ومسكن عبد الحميد مهري في الليل،
وانظروا كيف ارتبط المصيران، مصير محمد بوضياف ومصير هو سعد حميد محل. عندما انفصلت وكثرت الخلافات، كان سعد حميد مهري بعد مؤتمر جبهة التحرير، بعد مؤتمر حزب الشعب، جبهة التحرير هي امتداد لحزب الشعب، في حزب الشعب الجزائري لم يحضر المؤتمر ولكن حضره أيضا كمناضل. وانتهى المؤتمر وانعقدت اللجنة المركزية، وتقرر في المؤتمر أن يكون سعد حميد مهري عضو اللجنة المركزية. جاءه يوسف بن خدة الذي كان أمين عام حزب الشعب بعد لحول، جاءه وقال له قد صدق على تعيينك في المؤتمر أو على ترشيحك وتعيينك عضو في اللجنة المركزية، وذهب وقال له أنا لا أستطيع أن أعطيك جوابا الآن، دعني أياما حتى أناقش الأمر مع محمد بوضياف. وذهب إلى محمد بوضياف وأخبره بأن ابن خدة أخبره بقضية اللجنة المركزية، فيقول سعد حميد مهري شجعني بشدة وحمسني لأن أقبل أن أكون عضو اللجنة المركزية، وقال لي مصطفى بن بولعيد هو أيضا عضو اللجنة المركزية. يقول سعد حميد مهري في مقال كتبه مقدمة لكتاب عيسى كشيدة واسمه مهندس الثورة، كتب له المقدمة، يقول في هذه المقدمة لم أكن أعلم أن مصطفى بن بولعيد الذي اجتمع به تقريبا يوميا مع محمد بوضياف وديدو شمورات، لأن هذه الجماعة جماعة لوس، جماعة التنظيم السري أو التنظيم الخاص، وأنا صديق له وبيننا كما يقول صداقة مودة متينة، أنا لا أعرف أنه عضو لجنة مركزية. ويعلق على ذلك لم يكن هذا غريبا في ذلك الوقت نظرا لمنهج السرية المضروب على كل المسؤولين في حزب الشعب. في هذه الفترة عين محمد بوضياف وديدوش مراد ليذهبا إلى فرنسا لمتابعة أمور الاتحادية أو الفيدرالية التابعة لحزب الشعب في فرنسا، لتنظيم وهيكلة الجزائريين العاملين والمغتربين في فرنسا. فقال له بوضياف ترافقنا ونذهب معا إلى فرنسا، فاعتذر. ورغم المودة القوية التي تجمعه بمحمد بوضياف، كان سعد حميد مهري عندما يقرر شيء في نفسه لا يستطيع أحد أن يقنعه، فغضب محمد بوضياف ولكنه تقبل منه. قال له ما هو السبب؟ قال له لأنني في هذه الفترة لا أريد أن أناضل خارج البلد، أريد أن أناضل في الجزائر. وذهب محمد بوضياف وذهب ديدوش مراد إلى اتحادية فرنسا، الاتحادية في فرنسا، وعاد محمد بوضياف وبدأت خميرة الثورة ترتفع وتنضج الأسباب الداعية إلى الثورة قبل إعلانها. فجاء اجتماع 22 المعروف في صالومبي. عبد الحميد مهري كان يومئذ في قسنطينة يشرح قرارات الحزب واللجنة المركزية التي انعقدت بعد أن عقد مصالي حزبه في هورنو في بلجيكا. حزب الشعب الذي بقي هنا في الجزائر عقد مؤتمرا وانتصرت فيه اللجنة المركزية التي كانت مخالفة لمصالي، والآن اجتماع 22 يحضر للثورة. فبحث عنه، قال له عندما عاد مهري من قسنطينة، قال له بحثت عنك ولم أجدك لتكون معنا في اللجنة 22. قال له أنا كنت في قسنطينة أشرح قرارات المؤتمر وقرارات اللجنة المركزية، والظاهر أن هذا سبب كما عند عبد الحميد مهري كثير من هذه الأسباب التي وراءها خلفية، هو في ذلك الوقت لم يشاء أن يكون. والذي كتبه
في بعض وثائقه ولا سيما في هذه المقدمة الهامة التي كتبها لكتاب مهندس الثورة، قال: كنت أميل إلى أن يجتمع أعضاء المنظمة الخاصة وحدهم، لأنه أسلم لقيادة الثورة أن تكون عدد قليل لكي لا يتسرب أمرها. المهم بعد ذلك، بعد 22، في 22 كما تعرفون عينوا 6 من القادة الذين تركوا لهم أمر تحديد التاريخ الرسمي لانطلاق الثورة الجزائرية، واجتمعوا وجاء بوضياف، التقى لقاء يوميا مع محمد، مع سي عبد الحميد، ومع مصطفى بن بولعيد، ومع ديدو شموران. قال له سي مهري، قال سي بوضياف، قال له: اريد ان اخبرك ان اللجنه المركزيه قررت ان ترسل وفدا الى القاهره يلتحق بالوفد الخارجي ليعد الأمور ويهيئ الأمور للمساعدات التي ننتظرها من الجامعة العربية ومن الحكومة المصرية. فكان محمد بوضياف على علم بالتاريخ انطلاق الثورة، قال له: كيفما كان الأمر فإنهما لن يستطيعا العودة إلى الجزائر، لأن الوفد ذاهب وفي الأثناء تندلع الثورة. وكان بوضياف نفسه يعد نفسه للذهاب إلى القاهرة. فعندما حزم أمره للذهاب وكتب بيان أول نوفمبر، هذه معلومة يمكن تأخذها، سي عبد الحميد دائما يكرر ويقول لي وكتب هذا في مقدمة للكتاب نتاع مهندس الثورة، قال له، قال لي وكتبه: الذي حرر بيان أول نوفمبر ورقنه وسحبه هو محمد العيشاوي. هناك كثير من الكلام عن الذي كتب والذي حرر والذي رقن والذي سحب والذي وزع. كان بيان أول نوفمبر جاهز في جيب بوضياف، يذهب إلى القاهرة وتعلن الثورة في إذاعات القاهرة ومنهم صوت العرب. وقال له: أنت ستبقى، لبوضياف يقول لمهدي: ستبقى في الجزائر لمدة معينة، وأنك أنت تضمن التواصل والتنسيق بين المناظرين الذين قررنا أن يبقوا هنا في الجزائر. وكذلك وقع الأمر. وكان بين المناظرين للالتقاء كود، شفرة. هذه الشفرة عندما يلتقي مناضل بمناضل، الشفرة هي تهب الرياح. إذا قال تهب الرياح فمعنى أنه هو واحد من المناضلين القلائل الذين يعرفون السر. وقبل في النهاية، قبل أن يسافر بوضياف، قالوا: على كل حال إن الأمور ستكون في آخر الشهر. فكان سي عبد الحميد مهري واحد من القلائل جدا الذي كان يعرف أن نهاية الشهر، وهم على أيام من نهاية الشهر، هي أن أول نوفمبر هو في نهاية الشهر، قالوا تندلع الثورة. وعندما قال له: تذهب معي إلى القاهرة، هذا المرة بحزم، قالوا: أنت تعرف رأيي أنني لن أناضل خارج الجزائر. وشدد بوضياف وحرص فلم يقبل سي عبد الحميد مهري. وسي عبد الحميد مهري اللي يعرفوه ودود ومرن ويسايرك في الكلام ويقتنع بشيء لا يقنعه ولكن يقتنع به، لكن إذا وضع شيء في رأسه يستحيل أن تستطيع تغييره. فاغتاظ بوضياف وقال له: كان لازم تروح لأنك تعرف الأشياء، تعرف أشياء كثيرة. طبعا هو خاف على موعد نوفمبر، ومع ذلك ذهب بوضياف. وألقي القبض بعد اندلاع الثورة
على مجموعة من المناضلين الكبار الذين بقوا في الجزائر، كان واحد منهم سي عبد الحميد مهري، ولم يطلق سراحه إلا في 1955، لأنه وجد اسمه في قائمة من القوائم التي كانت عند مناضل من المناضلين ألقي القبض عليه. هنا عندئذ بعد أن أطلق سراحه في 55، قرر التنظيم الذي بقي في الجزائر بأن يهرب عبد الحميد مهري ليلتحق بالقاهرة، فبدأوا بإخفائه. كانت عائلة الدكتور شولي، معروف الدكتور شولي، هو الذي سعى عند عائلة مسيحية، آوته وأخفته يأكل وينام عندهم، ويعدون له الطريق الذي يخرج به من الجزائر ليلتحق بالقاهرة. وكان الشيء الأول الذي فكروا فيه، تصوروا هيئة سي عبد الحميد مهري في الخمسينات، فكروا فيه أن يسافر في السفينة بلباس يسمونه بالعربية المسوح، لا رودانغوت، اللباس الأسود الذي يلبسه الكاهن الكوري، وأن يسافر. وبدأ الإعداد على هذه الصورة، ولكن سي عبد الحميد رفض، قال لهم ماذا يقع لو أن أحدا مات من المسيحيين في السفينة، ودعوني أنا لأن لأصلي عليه صلاة الموتى. فأعادوا التفكير ووجدوا في فرنسا أستاذا للتاريخ والجغرافيا طويل أصلع يحمل نظارات يشتبه أمره تماما بسي عبد الحميد مهري، فجابوا البطاقة نتاعو، أصلا البطاقة تاع الأستاذ، وسافر بها ومر بها. وتتمت القصة أنه بعد الاستقلال جابوه للجزائر وأكرموه ونظر إلى سي عبد الحميد وقال له بالفعل أنت تشبهني وأنا أشبهك. ذهب إلى مرساي، ومن مرساي كانت عنده رسالة فيها رقم تليفون، دار التليفون وأجابه الشاب، أعطى له الكود، أعطى له الشفرة، قال له نعم أنا، قال له وين تروح؟ قال له روح لإسبانيا، قال له أنا نسافر بك حتى للحدود، ومن الحدود فيه من ينتظرك الحدود الإسبانية. يحكي لي سي عبد الحميد ويضحك، قال لي فإذا بالرجل جاءني على موطو، قلت يمكن جاء على موطو والسيارة عليه، قال لي ظهرت أنني أروح في موطو حتى الحدود نتاع إسبانيا. قال لي فعلا تصور سي عبد الحميد راكب من لورا والكاسك والدنيا، وصل لإسبانيا عنده أمر أن يذهب للسفارة المصرية. في السفارة المصرية في مدريد لقى سفير ينتظر فيها جواز السفر المصري بصفته بحار في السفينة التي تذهب إلى الإسكندرية، أعطاه له جواز السفر باسم مستعار ولكن بصورته، والمهنة بحار في سفينة ذكروا اسمها سفينة مصرية، حملته إلى الإسكندرية، ومن الإسكندرية طلع للقاهرة لقى بوضيف، قال له قلت لي ما نحبش نجي، شفت في النهاية هاك جيت. وهذا سنة 1956. باقي حكاية سي عبد الحميد مهري في الثورة معروفة، أصبح من سفير للثورة الجزائرية في دمشق، وممثل للسفارة أو للبعثة، ما كناش نقول السفارة نقول البعثة، بعثة الثورة الجزائرية في دمشق، وممثل أيضا للبعثة في الأردن، وممثل أيضا للبعثة في العراق، في انتظار تعيين رؤساء بعثات. وفي النهاية بعث أرسلوا إلى العراق توفيق المدني فيما أظن. إذن ثم تكونت الحكومة المؤقتة، فكان وزيرا في الحكومتين، وزير في حكومة فرحات عباس ووزيرا في حكومة بن خدة. المرة الأولى وزير شؤون المغرب العربي أو شمال أفريقيا،
وكان رئيس الحكومة الأولى فرحات عباس وسي عبد الحميد مهري، كلف من بن طوبال وبوصوف وكريم بالقسم أن يعطيهم صيغة لتشكيل الحكومة بالأسماء، ليقترح لهم أسماء. أنا في بيت سي عبد الحميد مهري الله يرحمه قبل سنوات ورالي المسودة البرويون نتاع الورقة اللي فيها الحكومة، قال لي فيه زوج اللي تغيروا، أنا درتهم في وظيفة وهما كانوا في عطوهم وظيفة أخرى، اقترحت محمد يزيد وزير الخارجية، واقترحت دحلب في منصب نسيت وشني، قال لي لقيت عكسه، عينوا محمد يزيد وزير الإعلام وعينوا دحلب وزير الخارجية. قال لي الإضافة الوحيدة اللي أضيفت أنني أنا أدخلوني وزير لشؤون شمال أفريقيا أو المغرب العربي. والذي ينبغي أن يعرف أن سي عبد الحميد مهري لم يكن راضيا أن يكون فرحات عباس رئيس الحكومة، وكتبها وقال لهم أنا اليوم أخالفكم في هذا، ولكن عندما تخرجونه من الحكومة تنحوه من الحكومة سأكون ضدكم. لماذا؟ لأن فرحات عباس عندما يأتي سيأتي بالأسرة نتاعو نتاع الجماعة الحزب نتاع ذاك نتاع 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 فرحات عباس معروف نتاع أنصار لي زاميل هذوك نعم لا 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 نعم البيان أنصار البيان لي زامي دو مانيفيست الجزائري هذا هو أحزاب البيان الجزائري. قال سيسرى، وبالفعل عندما أرادوا أن يغيروه قال لهم أنا ضد. ثانيا عندما شكل في الصمام لجنة التنسيق والتنظيم كان سي عبد الحميد من ضمنها، وذكر اسمه مع القيادة الكبرى التي كانت فيها. فعندما وقع الإشكال بعد الصمام أرادوا أن ينزعوا عبان رمضان من لجنة التنسيق والتنظيم، فوقف سي عبد الحميد مهري موقفا مشرفا وقال لهم سي عبان عين في الصمام عضو، ولن نقبل أنا والذين يوافقونني أن ينزع اسمه من لجنة التنسيق والتنظيم، مهما وإذا نزعتم اسمه أنا والذين هم معي سننسحب من لجنة التنسيق والتنظيم. في مؤتمر طرابلس بعد قبيل الاستقلال قدمت ثلاثة مشاريع للعقيدة وللنظرة لما بعد الاستقلال، مشروع قدمه بن بلة، ومشروع قدمته اتحادية الحزب في فرنسا، ومشروع قدمه عبد الحفيظ بوصوف. وتكلم سي عبد الحميد مهري وقال أنا في رأيي نقبل مشروع أحمد بن بلة ونتخذ مشروعي بوصوف واتحادية فرنسا كمساعدين نأخذ منهما الأشياء التي تتماشى مع نظرتنا. وكذلك الفعل عندما ألفوا لجنة لصهر المشاريع الثلاث، وجاء وانتهت الثورة وانتهى الاستقلال، وجاء سي عبد الحميد مهري للجزائر، وكعادته وكمواقفه عرف ما وقع وشاهد ما وقع من الخلاف، فابتعد عن كل شيء وطلب أن يلتحق بالتعليم، وعين أستاذا للغة العربية في ثانوية عمر الرشيد، لا قبل تعين في عقبة تعين في عمر الرشيد في عمر الرشيد، وبقي في عمر الرشيد، وجاءه خبر بأن بن بلة يريد أن يرسله سفيرا للمغرب، وهو قد قرر أن مرحلة الثورة انتهت ومرحلة النضال السياسي من أجل استقلال الجزائر انتهى. لاقى عبد الأخضر إبراهيمي في مناسبة من المناسبات،
قال له الأخضر إبراهيم كان مازال في الخارجية ومازال في القاهرة، قال له هل سمعت بما يشاع من أنني سأذهب إلى المغرب سفيرا؟ قال له نعم، ليس ما يشاع، هذا هو الموجود في قوائم وزارة الخارجية. قال له أرجوك أن تتصل بابن بلة، وأنني أنا لا أريد أن أقصر كلمة رئيس الدولة عندما يشاع، عندما يصبح الإشاعة، تصبح الإشاعة رسميا ويخرج اسمي في الجرائد مثلا، أنا لن أذهب سفيرا، أنا قررت أن أنسحب تماما. وهكذا عبد الحميد مهري الذي يقترح سفيرا يرفض، ولكن الأحسن والأكثر هو هذه القيمة الأخلاقية عن سي عبد الحميد مهري، أنني لا أريد أن أكسر كلمة رئيس الدولة عندما يعين رئيس. هذا الجزء الأول من حديثي. كلفت أيضا بأعطيكم اختصار عن عبد الحميد مهري في وزارة التربية. سي عبد الحميد مهري يعني كانت بيني وبينه علاقة روحية خفية، لم أكن أعرف سي عبد الحميد مهري إلا عندما دعيت من قسنطينة حيث عينت للتعليم الثانوي في ثانوية بن بديس سنة 1966. في 1967 شهور بعد ذلك دعيت أن ألتحق بوزارة التربية في عهد الدكتور أحمد طالب الإبراهيم. التحقت فكنت مساعدا لعبد الحميد مهل لعبد الرحمن شريط، كان أمين عام في وزارة التربية. ثم بعد مدة، يعني أنا حياتي كلها مرتبطة بالتعليم، وأحببت أن أترك الإدارة واعتذرت من سعد الرحمن شريط وقلت أريد أن أرجع للتعليم. قال لي وين تحب تروح؟ قلت له أنا نسكن في ليزاس فودال، الثانوية اللي قدامي هي ثانوية عمر رشيد. فعندما ذهبت لقيت المدير نتاع الثانوية أستاذي لما كنت أدرس في ثانوية بقسنطينة، قال لي المنصب هذا الذي عينت فيه كان فيه سي عبد الحميد مهري أستاذا في الثانوية، وعندما عين مديرا لمدرسة دار المعلمين في بوزرعة جاء بعده خلفه الشيخ أحمد حسين. كان منكم اللي يعرف الشيخ أحمد حسين من رجال جمعية العلماء القدماء. ولما عين الشيخ أحمد حسين في وزارة شؤون دينية، ها أنت تأتي في هذه الصلة، فرحت في نفسي سرورا عظيما، لأنني كنت قد تعرفت على سي عبد الحميد مهري عندما كنت مساعدا لأمين العام عبد الرحمن شريط. سي عبد الحميد مهري في مؤتمر وزراء التربية في المغرب العربي عام 66 اجتمع الندوة الأولى أو المؤتمر الأول لوزراء التربية في المغرب العربي، وكانوا أربعة، موريتانيا لم تكن بعد مستقلة ولم تكن معترفا بها، اجتمعوا في تونس وقرروا أن ينشئوا هيئة استشارية للتربية في المغرب العربي. فقدم الدكتور أحمد طالب اسم عبد الحميد مهري ليكون رئيس هذه الهيئة الاستشارية التربوية التي تنسق العمل التربوي بين وزارات التربية في المغرب العربي. فكانت الموافقة بالإجماع على سي عبد الحميد مهري، لأنه يعرفهم جميعا، وحتى دولة أظن تونس كانت مرشحة أو مرشحة لشخص من عندها هو محمود المسعدي. محمود المسعدي وزير معروف، كاتب وأديب، سحبت مرشحها ليكون سي عبد الحميد مهري. وانعقد في 67 المؤتمر في الجزائر، وكنت أنا ما زلت في وزارة التربية مع سي عبد الرحمن شريط. وجاء سي عبد الحميد مهري يسأل عبد الرحمن شريط أن يعين له شخصا يقوم بسكرتارية المؤتمر، وأن يتكلف بكل القضايا المتعلقة بالكتابة وبالسحب وبالتوزيع وبإحالة الجزائريين الذين سيخطبون بالفرنسية بتعريب أو ترجمة إلى آخره.
قال له انا عندي شخص نعرضه عليك. جاوني للمكتب اللي كنت انا فيه، جاء سي عبد الرحمن وسي عبد الحميد، قال له هذا هو. قال له خلاص قبلت. انا لم اكن قبل كنت اسمع اعرف عبد الحميد مهري، ولكن هذه المره الاولى التي القى. ومنذ ذلك اليوم لم يفترق مسارنا عن بعض البعض، حتى جاء سي عبد الكريم بن محمود وزيرا بعد مصطفى الاشرف. طبعا عندما جاء مصطفى الاشرف، عندما جاء قبل مصطفى، عندما جاء سي عبد الكريم بن محمود، انا عرفت سي عبد الكريم بن محمود في دمشق حيث كنت طالبا في الجامعه. وعندما عين وزير انا كنت استاذا في عمر الرشيد. عند بعث يطلبوني، كنت اظن انه يسالوني عن شيء في وزاره التربيه، فقال لي الان هذا مكانك معي. قلت له احب التعليم. قال لي نحب التعليم ولكن نحب عمل في وزاره التربيه. ترددت، قلت شكون اللي جايب الامين العام؟ قال لي عندي صديق مشترك بيني وبينك ويعرفك وتعرفه. قلت له شكون؟ قال لي سي عبد الحميد مهري هو الذي سينصب امين عام. شككت، لان سي عبد الحميد مهري في هذه الفتره التي عرفته فيها كان يريد ان يظل بعيدا عن العمل هذا في الدوله. فقال سي عبد الحميد مهري سي عبد الكريم، قال لي عرضت اسمه على بومدين. انتبهوا، عرضت اسمه على بومدين. قال لي لن يقبل، لان عنده معارضة لحركة 19 جوان، فإذا قبل أن يكون معك أمين عام فأنا أقبل. وجاء سي عبد الحميد مهري وعملنا 7 سنوات ونصف معا في وزارة التربية، هو أمين عام وأنا رئيس الديوان. وجاء مصطفى الأشرف ومسح التربية من كل إطاراتها الذين أعدوا الأمرية الرئاسية التي فيها المدرسة الأساسية وإصلاح التربوي. 27 اسم صدرت في الجريدتين رسميتين متتابعتين، لكل واحد فيها مرسوم خاص يوقعه بومدين، ولم يقولوا إنهاء المهام، ولكن دعوا لمهم، كان هكذا يقال في ذاك، مدعو لمهمة أخرى. ولم يكن أحد فينا من 27 بما فيهم سي عبد الحميد مهري ليس فينا مدعو لمهمة أخرى على الإطلاق، كل واحد راح يشوف وين راح. أنا كان مكاني موجود، كنت في الجامعة، رحت للجامعة قبل أن يصدر هذا القرار من سي عبد من سي مصطفى الأشرف بإنهاء مهامنا. ذهبت إلى سي عبد الحميد، وهذه كلمة الأخيرة، بعثت إلى سي عبد الحميد مهري في مكتبه، قلت له سي عبد الحميد أنا سأقدم استقالتي. ما معنى أن نبقى ونحن مجمدون ولجان تشتغل نصبها سي مصطفى الأشرف في مكان آخر تعد الموسم الدراسي وتعد الحكمة تاع سي عبد الحميد مهري؟ قال لي يا سي علي ما نروحوش، لأننا إذا ذهبنا الآن ونحن في شهر أبريل وداخل عليه مي الامتحانات وجوان الامتحانات وجوي العطلة والدخول المدرسي قادم، ولن يستطيع مصطفى الأشرف الذي جاء إلى الوزارة واستلم الوزارة ووقعت قضية التسليم والتسلم وعاد إلى المكسيك لينهي مهام السفارة، معروف السفير قبل ما يغادر يروح ويزور كل الشخصيات وإلى آخره، في الأثناء نكون إحنا استقلنا ويكون الموسم الدراسي غير معد، لن نخرج حتى يطلب منا أن نخرج. إطارات وزارة التربية، المدراء والمستشارين، وأنا كنت رئيس ديوان، اجتمعنا، طلب مني أن نحضر الاجتماع، حضرت، فوجدت لائحة مكتوبة للرئيس بومدين، واللائحة ما زالت عندي إلى الآن مكتوبة إلى الرئيس بومدين. لماذا يتهجم علينا في الصحافة الوطنية ونحن طبعا في عهد بومدين لا نستطيع أن نرد، ولأننا موظفون سامون معينون بالمرسوم لا نستطيع أن نرد، ولا يتحمل أحد أن يرد عنا. فأعطوني رسالة وقالوا لي أنت تعرف سي عبد المجيد عليهم،
تذهب بهذه الرسالة إلى الرئاسة وتسلمه إياها ليسلمها بومدين، ونحن لا نريد أن نبقى في الوزارة. هذا قبل أن تصدر أوامر إنهاء المهام. وذهبت درت تليفون سعد مجد عليهم، وكنا أيضا جيران، الرئاسة وزارة التربية في المرادية في الغولف جيران. ذهبت سعد مجد عليهم، أعطيته البيان. الحق يعني اهتز، قال لي هذا كلهم واقعين. قلت له كل المديرين وكل المستشارين وأنا معهم أننا سنغادر إذا لم تجعلوا. وكانت المشكلة الكبيرة أن هؤلاء كلهم في الإصلاح داروا المدرسة الأساسية اللي فيها التعريب. فقلت له يا سعد المجيد احنا التعريب درناه في الماكي يخي، درناه قرارات نتاع الرئيس بومدين، لوردونانس تاع 1968، لوردونانس الأمرية تاع 68 درناها احنا، درها الرئيس واحنا طبقناها. ومتى بدأت التطبيق؟ لأن الأمرية أوقعها بومدين في أبريل 77، في أبريل 76 لوردونانس 76، في أبريل 76، في أبريل 77 بدل الحكومة وجاء الأشرف. ما مرش عليها عام، جاء الأشرف أول ما بدأ في الصيف في جويلية يكتب في مقالات في جريدة المجاهد باللي الناس اللي في وزارة التربية كسالى ومعربين ما يعرفوش اللغات الأجنبية وداروا حاجة إلى آخره، ونحن لا نستطيع أن نرد. الله يرحمه سي عبد المجيد عليهم بردني بكلمة، قال لي ما يبقى في الواد غير حجاره، ما يبقى في الواد غير حجاره. رحمة الله على سي عبد الحميد مهري، رحمة الله على كل الشهداء. أشكركم على السماع، ويمكن أطلت شوية ولكن كان عندي موضوعين، المناضل التربوي والمناضل السياسي. أرجو أن أكون قد وفقت، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حضور الكريم، بداية تقدم بكل شكري إلى الأستاذ محمد يعقوبي مدير المجمع، مجمع الحوار، على تنظيمه هكذا ندوات التي تساهم في بقاء الذاكرة التاريخية لهذا الشعب. بعد تدخل أستاذنا عربي الزبيري وتركيزه على الجانب الجهادي للمرحوم عبد الحميد مهري، وبعد تدخل أستاذنا أيضا علي بن محمد وتركيزه على البعدين التربوي والنضالي للمرحوم، ها أنا بدوري سأتحدث عن المرحوم وأذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا كنت أقرأ عن عبد الحميد مهري ومحمد يزيد وبن بلة وبوضياف وبن مهيدي، كنت أقرأ عنهم في كتب التاريخ، ولم يكن يراودني حلم في يوم من الأيام أنني سأتعرف عن البعض منهم على الأقل الذين ظلوا على قيد الحياة، ومن ضمنهم مهري رحمه الله، محمد يزيد رحمه الله، يوسف بن خدار رحمه الله، بن بلة. جالستهم في ظروف مختلفة، وكنت محظوظا أيما حد عندما تعرفت على المرحوم. تعرفت عليه بعد انتخابنا نوابا لأعضاء في اللجنة المركزية، وكان ذلك بعد المؤتمر الذي انعقد بعد أحداث أكتوبر 88 مباشرة، وكنا مجموعة من النواب بينهم الأخ محمد عليوي وعرابي كان هنا وآخرون، وكنا محظوظين، كنا محظوظين لأننا انتخبنا في فترة جد حرجة وجد مهمة. عرفتها؟ عرف أحد حزب التحرير هي مرحلة انتقالية، وساهمنا من موقعنا كنواب في دفع الإصلاحات، وعشنا كل
المعارك التي عرفتها تلك الفترة. وباقتراح من المرحوم محمد الصالح يحيوي رحمه الله، تم إسناد مهمة مدير الديوان مع المرحوم مهري. الاقتراح جاء من محمد الصالح يحيوي وبدعم من المرحوم حسين الساسي ومجاهد العظيم صاحب الأخلاق السامية هاشمي هجرس وآخرون. ترددت في البداية، ثم قبلت بشرط أن لا أكون وحدي في الديوان مع المرحوم، أن وقتها نحن مجموعة من النواب أخذنا تقاعد كنواب، وأعطيت أسماء المرحوم وتم منادتها، وكلف كل واحد من هؤلاء الإخوان بقضايا، من ضمنهم علي ميموني رحمه الله، وعلي قاسي، والعياشي شيبي رحمه الله وآخرون. عندما تكون بالقرب من مسؤول حتما تكتشف طبيعة هذا المسؤول، اهتماماته، أخلاقه. فأنا هذا المنصب البسيط سمح لي بأن أكتشف المعلم المناضل المجاهد الدبلوماسي عبد الحميد مهري. صيته لم يكن حبيس حدود الجزائر، عبد الحميد مهري كان معروف في المستوى العربي، مثله مثل محمد يزيد، عيت أحمد، بوضياف وآخرون. أستطيع أن أقول عن هذا الرجل هو التواضع، ولم يكن رجل متواضع، هو التواضع، هو الأخلاق، هو التسامح. وتأكدنا من هذه الخصال من خلال الفترة التي قضيناها معه، وداخل هذه القاعة يوجد من يستطع أن يؤكد ما أقوله. كان يحترم وجهة نظر الآخر، ولم يمارس طيلة الفترة التي كان فيها أمين عام للحزب ضغطا على أي عضو في اللجنة المركزية، هذه شهادة. حتى الذين اختلفنا معهم كان يقدر وجهات نظرهم ويحترمهم ويستمع إليهم، هذا هو عبد الحميد مهري. ولتدليل على ما أقول سأذكر بأربع مواقف لهذا الرجل. الموقف الأول، والأستاذ علي بن محمد سبق وأنا أشار إليه، وموقفه من المرحوم المجاهد الرمز محمد بوضياف. تذكرون قبل عودة سي محمد بوضياف الجزائر بدأت بعض وسائل الإعلام تتحدث عن مواقف الرجل، أنه كاد أن ينسى هو وآخرون من رموز طور التحرير، كاد أن ينسى من قبل الشعب الجزائري وخاصة الشباب منهم. فنظمت حصة حول المرحوم بوضياف، وجاء في هذه الحصة، والأخ عيسى موجود، أنه محمد بوضياف تولى أمر اقتراح، لا أقول زعامة الثورة، وإنما أن يكون مهري ناطقا باسم الثورة، باسم الجبهة. وحكمة مهري جعلته لا أقول يتحفظ، ولكن
كان جوابه لا بد من مهلة حتى نستشير الإخوة. مسؤولية ثقيلة ليست بالأمر الهين. محمد بوضياف يروي هذه القصة بعد أن رفض طبعا اسمه الأول اللي اختار حوالي لمين دباغي. صباحة يوم الغد تقيت بي قلت له سي عبد الحميد هل استمعت لما قاله سي محمد بوضياف؟ قال لي كان صادقا إلى أبعد الحدود. هذه قلة ما تستر عن كان صادقا إلى أبعد الحدود. والحمد لله أنه فجر الثورة والشعب احتضن الثورة ونجحت الثورة. وختم قوله وليذهب مهري في 60 داهية. دي قمة في اللي. الموقف الثاني والأستاذ علي بن محمد كان حاضرا في دورة من دورات اللجنة المركزية التي عقدناها كلوب دي بان والأخ عليوي حاضر والأخ عيسى كثيرون كانوا هناك. هذه الدورة جل أعضاء اللجنة المركزية طلبوا الكلمة حتى الذين لم نسمع صوتهم لسنوات. لا أذكر الأسماء احتراما لأنه الكثير منهم توفي. ومن الذين طلبوا الكلمة المرحوم بوعلان باقي. هذا الرجل الذي كان لفضل زوجة الرئيس المرحوم شادي بن جديد فضل كبير عليه تناول الكلمة وانساق وراء التيار وبدأ يلمح بأن حكم الشاذلي كان حكما فاشلا وكذا. سي عبد الحميد مهري للذين لا يعرفونه إلى دوتيك عندما يعمل هاك أو هاك بمعناه قرر. وبلغة جميلة وتسامح كبير قال له حتى أنت يا بريتوس. بعدما أن أعطاه المجال لينهي مداخلته حتى أنت يا بريتوس قليل من بين أعضاء اللجنة المركزية الذين يعرفون القصة قليل. فصرنا نضحك والصدفة وأنا كنت موجود بالقرب من المرحوم مولود مولود قاسم. فأصيب بهستيريا من كثر الضحك ووقع على الفم وصار يقلع في شعره. وبعدها بأشهر توفية مرحوم بسبب موقف آخر. عندما قررت السلطة تنحية مهري رحمه الله حاولت بشتى الطرق لتطويعه ولما رفض استنادا إلى دعم اللجنة المركزية والقاعدة النضالية قرروا أن استعملوا القوة sans passer l'utilisation de la force. والدورة انعقدت في سان جورج فندق الجزائر. وواحد ضابط كبير كان مسؤول عن في جهاز الأمن إلى أن استوري أن بي سي سور بلاس في الفندق وفي غرفة وأعضاء اللجنة المركزية موجودين ويمكن لهم أن
يؤكد هذا ويكذبه. بعد الكلام قلناه في الفيلم الوثائقي، فيلم الوثائقي عن المرحوم. وبدأوا في استدعاء أعضاء اللجنة المركزية وممارسة الضغط عليهم وابتزازهم. هناك من تصدى لهذا، وهناك من قبل، أغلبية قبلت للأسف. وقبل دور سان جورج كان فيه محاولة، والذي تولى القيام بهذه المحاولة هو مجاهد كبير أيضا رحمه الله، كان رئيسا لمجلس الأعلى للدولة علي كافي، بمحاولته لتأسيس ما كان يروج له بالجدار الوطني، كذلك محاولة تأسيس الأراندي. والغريب في تأسيس الأراندي، الهدف هو إضعاف حزب التحرير. أعضاء في اللجنة المركزية كانوا معنا في دورة أعلن عنهم كأعضاء مؤسسين في قيادة الأراندي وهم لا يعلمون، وأنا مسؤول عن كلامي، نقابيين ومجاهدين ولن أذكر الأسماء، لكن من يريد أن يتأكد مما أقول يرجع لل... يوم الإطاحة بمهري الكل كان حاضرا، أظن ما عدا تحدث عن الكبار، ما عدا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أظن كان غائبا بعذر، أظن. أما المرحوم بطاط والمرحوم سعدية والمرحوم بن عودة والمرحوم عددهم كثير كانوا حاضرين. فأنا وقتها اعتبرتها وقاحة مني، لكن هي في الحقيقة كانت جرأة. كنت جالس بالقرب من سي محمد شريف السعدية وسي ربح بيطات، سمحت لنفسي وذهبت لسي محمد شريف لأن أعرفه من قبل. سي محمد شريف، من حقنا أن نختلف، لماذا لا تأخذ الميكرو وتتوجه للقاعة؟ فيه كثير من الناس يحترموك كأمين عام سابق، وتدعو للهدوء، وإذا لابد أن نفترق. أنه وقتها ما كانش فيه وسائل التواصل الاجتماعي، لو كانت وسائل التواصل الاجتماعي حدث ما حدث في القاعة بالكراسي والكلام غير لائق إلى آخره. فماذا كان جواب الحكيم؟ أنا أعتبره حكيم، حكيم سعدية. ماذا قال لي؟ أستاذ، أنتم جماعة مهري وحمروش أردتوا أن تجعلوا من الجبهة مستقلة عن السلطة، هذا غير مسموح به. المطلوب هو بواب عند السلطان ولا زعيم البرة. صراحة أعتبرته درس بالنسبة لي. صدمت. ثم توجهت لسي رابح بيطاط، لأن وقتها أنا كنت نائب، سيد الرئيس وأنت صدقوني، لم يجبني، ابتسم لي فقط، يا أستاذ هاي ابتسامتي فسترها كما تريد. الغريب ليس هنا، توجهت وذهبت إلى المرحوم مهري سي عبد الحميد، أنا هاوش عملت، هاوش جاوبني سي محمد شريف، هاوش جاوبني سيد الرئيس بيطاط، ضحك، قال لي وعلاش كنت تنتظر جواب آخر؟ والله زعفت، أنتم متفقين وأنا وجبني. لا قدي أستاذ، ما زال القضية يلزم لها وقت، إحنا ما زلنا نعاني من انعكاسات الأحادية في كل شيء، لكن أشهد شهادة أن أغلب الكبار تاع الفلان لم يوقعوا، تكلم عن الأشخاص، لم يوقعوا لائحة إلا القليل منهم، ولكن جماعتهم
جماعة لا أنا سألت، أنا تجرأت أيضا، هذه التاريخ تجرأت وسألت البعض منهم واعتبرت هذا واجبي، قالوا لي أخلاقيين لا يجوز، ولكن سياسيين هم كانوا ضده، كانوا ضدهم، بينهم المرحوم والذي قدره كثير محمد صالح الحيوي. وهنا أفتح قوس، نمهري تقرر إزاحته في سانتي جيديو، وهو في سانتي جيديو، وللتاريخ عيسى موجود، مهري كان يستشيرنا في كل شيء، وهذه قلتها مرة ونكررها، كان يبعث لنا حتى فقرات البيان سانتي جيديو للاستشارة. مهري صحيح لم يذهب بأمر من اللجنة المركزية، لكن اللجنة المركزية قررت توجيه ضرورة أن نتحاور مع كل الأطراف. وسي محمد صالح التاريخ هو ما استساغش حضور شخصين في سانتي جيديو، وهذه ربما لأول مرة أقولها، لويزا حنون وعبد الله جابل، قال لي هذا ليس من مستوى جبهة التحرير، أن يجلس سي عبد الحميد مع هيت أحمد وبنبلة وعباسي، هؤلاء مجاهدين حتى لو اختلفنا معهم، أما نهبط المستوى إلى لويزا حنون وجاب الله وذكر لنا حتى بكروح في المرحلة الأولى، بكروح. المهم مهري أصبح مزعجا بطرحه البديل، ومهري كان مقتنعا بأن الجزائر ذات أبعاد ثلاث، بعد أمازيغي، بعد عربي، وبعد إسلامي، ننزع بعد من الأبعاد هذه ليست الجزائر، وأنا مع هذه أنا هذه قناعتي اليوم، الجزائر بدون أبعادها الثلاث ليست الجزائر، وبالحوار والتسامح والحجة نستطيع أن نتعايش ونبني البلد إلى آخره، لكن للأسف حتى الآن البعض يدفع في اتجاه الخلاف، أن يجعل من هذه التواب الثلاثة متناحرة متناقضة. أيضا للتاريخ أقولها ولأول مرة، لأنه أستاذ أشار إلى هذا الأمر، وفيه من المقربين جدا للمرحوم من تأمر عليه، صحيح، وأنا من الأوائل الذين تفاجأوا، كانوا يزايدون بخطاباتهم على أطروحات علي بن الحاج في دورات اللجنة المركزية، كانوا يزايدون على مهري في مواقفه، فإذا بنا نجدهم في الصفوف الأولى ومذكورين معروفين، يعني كان من كان محافظا في باتنا ولا ما يشحط أصبح حتى وزير، كان من كان عضو اللجنة المركزية بسيط في جيجل ثم أصبح نائب إلى آخره، حتى لا أذكر الأسماء، حتى لا أذكر الأسماء. ولمن يريد أن يعرف أكثر، حتى جماعة مجموعة من الذين كانوا معجبين بالأخ مولود حمروش وقعوا أيضا على قائمة صاحب الثقة، لحسابات شخصية، وهؤلاء كلهم استفادوا في النهاية إما بمناصب أو بأمور أخرى. مهري كان مدرسة يحمل قناعات، وكان يمارس السياسة بأخلاق سامية، وأعتقد هو من القلائل الذين كذبوا ما قلت ماكيافيلي، السياسة عند مهري وبعض الإخوان هي أخلاق قبل أن تكون أي شيء آخر. ومع ذي رأينا أطلت، وشكرا لكم.